اسمحوا لي حضراتكم، يعني احنا من خلال رصدنا الفترة الماضية على ما يتم تناوله الخاص ببعض الحالات المعدلات الإبلاغ عن بعض حالات النزلات المعوية الحادة في محافظة أسوان، حابب ان انشر حضراتكم في بعض المعلومات حتى يمكن الانتهاء من التقرير النهائي ان شاء الله في خلال 48 ساعة. الحقيقة الموضوع بدأ من يوم 11 سبتمبر لما رصدنا من خلال أجهزة الرصد في وزارة الصحة والأجهزة المعنية من قطاع الطب الوقائي ان في بعض الحالات بيتم ترددها على المستشفيات في محافظة أسوان، محافظة تحديدا في مستشفى الصداقة التخصصي، مستشفى المسلة، مستشفى الجامعة، ومستشفى دراو. الأربع مستشفيات احنا عندنا نظام ترصد مركزي بيتم الإبلاغ عن أي حالة بيتم فيها نوع من أنواع الزيادة، وبالتالي من يوم 11 سبتمبر لحد النهاردة لقينا إن معظم الحالات اللي جاية من منطقتين في أسوان، منطقة اسمها أبو الريش ومنطقة تانية بعض القرى المحيطة بدراو. الحقيقة من خلال التعامل مع الحالات اللي احنا شفناها اللي هي أغلبيتها حالات نزلات معوية حادة ممكن تكون نتيجة تلوث في الطعام، تلوث في الشراب سواء داخليا أو هم يعني تلقوا بعض الأنواع التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالات. من هذا التاريخ الحقيقة من 11 سبتمبر للنهاردة إجمالي اللي دخل المستشفيات اللي احتاج ان هو يتردد على المستشفى ثم احتاج حجز في المستشفى 128 حالة، خرج منهم 22 حالة في تحسن، وبعض الحالات البسيطة موجودة تحت الرعاية المركزة نتيجة ان هم قعدوا فترات طويلة. طبعا النوع ده من النزلات المعوية الحادة بيبقى فيه فقد للسوائل شديد جدا، ان بيبقى فيه اسهال وبيبقى فيه غثيان، وساعات الناس بتتعامل معاه بشكل بسيط. احنا بنقول ان لو في عندك حاجة زي كده لو سمحت ارجع للمستشفى، لانها العلاج في هذا الموضوع هو تعويض للسوائل وفقدان السوائل عن طريق محاليل معالجة الجفاف وبعض المضادات الحيوية البسيطة جدا، اللي هي ممكن في هذا الموضوع من خلال يومين لخمس ايام ينتهي الموضوع في الاخر. وبالتالي احنا من ساعة ما تبلغنا بهذه الحالات تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي والتوجه إلى أسوان، هم موجودين وإحنا بنتكلم دلوقتي مع فرق عمل بالكامل علشان نقدر إن إحنا نعمل تنسيق. والحقيقة حصل تنسيق مع زمايلي في وزارة الإسكان والمرافق وشركة القبضة لمياه الشرب وأيضا مع السيد المحافظ علشان نقدر، أهم حاجة في هذا الموضوع إن إحنا نطمئن على أسباب التي أدت إلى بعض النزلات المعوية اللي إحنا شفناها. واشتغلنا على ثلاث محاور الحقيقة. المحور الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب، وبالتالي في 103 محطة مياه شرب في محافظة أسوان تم الأخذ بعينات منها، وبالتالي قدرنا نطمئن بشكل تام على جاهزية وعلى مأمونية مياه الشرب من خلال المحطات. المحور الثاني هو التوجه إلى المستشفيات من فرق العمل والتأكد على استعداد المستشفيات لاستقبال الحالات. زي ما قلت حضراتكم عدد الحالات يعني مقارنة بمليون وستمائة وخمسين ألف مواطن هم سكان محافظة أسوان يعتبر عدد حالات بسيط اللي تم رصد وفي أماكن محددة.